السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سر شاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. تاثير الفراشه. بيقول لك النظريه بتقول ان رفرفه جناح فراشه في الصين بتسبب اعصار وفيضانات في امريكا. ايه يعني ايه النظريه دي او ايه شرحها؟ ان السمول ثينجز او اللي هي الاشياء البسيطه جدا اللي انت بتعملها في حياتك او اللي انت متخيل ان هي حاجات بسيطه دي على المدى الطويل بتعمل اثر كبير جدا. وليكن نفترض ان السجاير، السيجاره الواحده لما انت تيجي تشربها مش هتسبب لك مشكله، مش تعمل لك سرطان رئه او مش تعمل لك اي حاجه، لكن مع الوقت السيجاره دي بتسبب لك ضرر كبير جدا في الرئتين وبتسبب ساعات الى الوفاه. تعالى مثلا نبص للطفل. لو انت مثلا بتيجي تشرح للطفل شويه يعني حاجات بسيطه زي مثلا انت ذكي، انت هتبقى حاجه كويسه، انت ان شاء الله ان شاء الله تبقى حاجه كبيره قوي، وتقعد تقول له الكلام ده بس كلام بس مش اكتر، الطفل ده هيحب ذاته وهيحب ان هو يشتغل على نفسه وان هو هيقدر يطلع احسن ما عنده. زي مثلا لما تيجي تروح مثلا عند دكتور وتقول للطفل ايه، انت عارف ان الدكتور ده كان بيذاكر حوالي 15 سنه وهو يبقى بيكلم الدكتور وهو مبسوط وكده، فالطفل ده بيبقى عنده يعني جوانب ايجابيه بسبب حاجات بسيطه جدا انت عملتها له. هي دي تاثير الفراشه. تاثير الفراشه دي ممكن تاثر عليك في كذا حاجه تاني، ان انت باشياء بسيطه او خطوات بسيطه ممكن تعدل من سلوكك جدا. زي مثلا تتاكد من نفسك وتقول انا قوي، انا فعلا قوي، انا عارف ان انا اقدر اعمل كذا، انا عارف ان انا اعمل كذا. حاجات بسيطه وكلمات بسيطه بس تقدر مع الوقت هتعرفك ان انت قوي، وهتلاقي نفسك حتى لو انت كنت بتزيف الكلام ده بعد وقت هتلاقي ان الموضوع بقى اساسي عندك بقى حقيقي. هو ده تاثير الفراشه او نظريه الفوضى او البترفلاي افكت. فاتمنى يعني لو عايز تعرف اكتر ممكن تخش على النت، بس اعتقد دي ابسط حاجه تقدر يعني ابسط حاجه للنظريه بتاعت نظريه الفراشه او الدومينو او نظريه الكيوس او اللي هي الفوضى. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سر شجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.